سنة تجر السنة تجرجر سنين، والهم عم والمر كله حزين، بجرجر رجلينا وانت البلين، ايامينا مقتل على الهوى مسدودين. بلك انت لو تسمع كلامي لو انصت يعني تخش معانا شريك ان شاء الله حتى بعشرين جنيه. منين يا فالح؟ منين؟ انا مش مفهمك يا غبي ان السيولة مش متوفرة الايام دي. لا دي مش حج، احللك انا موضوع السيولة دي. تحلها ازاي يا ابن بهنس؟ بوابة الحلوان. مش فاهم. اشتريها انا منك وانت تخش معانا شريك بتمان. انا مش فاهم ايه الجنان اللي نزل على البوابة ده، كل واحد عايز يشتريها. والله يا سعادة البيه اللي اجن منهم اللي بقى عنده حاجة ما بيستفدش منه ومش راضي يبيعها ومتمسك بيه. اخرس اخرس يا ولد، انا مجنون؟ انا لا يا سعادة البيه، انا ما اقصدش كده والله. طبعا طبعا ما تقصدش، تعرف لو تقصد اضربك بالرصاص والله. روق يا سعادة البيه روق، ده انا خدام، هتعمل عقلك بعقل خدام. تعرف يا غلطة مين يا ربيع؟ غلطة الزمن. ايوه غلطة الزمن اللي بيقعدني مع واحد زيك. طب افرض مثلا يعني انك عايز تشتري البوابة بكام؟ اديك فيها 20 جنيه ده. طب قول 30. 30 ماشي الكلام. خلاص خلاص. طيب خد الريال بتاع الحسابات اهو. وال 30 جنيه بتوع البوابة؟ النعم يا اخوي، مش انت هتخش معايا شريك بال 30 جنيه؟ عيب يا ولد عيب. انت من مستوايا علشان ادخل معاك شريك؟ هات استنى استنى. ايه ما تبصش؟ ما بصش؟ ما بصش على ايه يا غبي؟ قلت لك ما تبصش. ده ربيع بهنا. اقعد هنا اقعد هنا. حاضر. ده ربيع بهنس. ده ربيع بهنس. ايوه ايوه انا عارف انه ربيع بهنس، بس بص مين اللي معاه. مين؟ مختار الكاشف. ايوه صحيح. ايه ده؟ ده راجل قباب صحيح. خلاص خلينا في شغلنا. ايوه خلينا في شغلنا. انا بقى عايز اغني في الاسبكيه، مفيش حد غيرك ممكن يساعدني. مفيش حد غيرك ممكن يساعدني. انت قلت لي في يوم من الايام انك هتعملني ناظر، انا مش عايز ابقى ناظر، انا عايز اغني في الاسبكيه. انت عارف يا ابو السيد انا اسهل عليا اعملك ناظر. يعني ايه؟ ما يعنيش. سيب دي دلوقتي. ما سيبهاش. اسيبها ازاي؟ انا مطلب وعايز اغني، تحرموا الناس مني ليه؟ ده مش موضوعنا. لا بقى اسمعين بيه، هو ده موضوعنا. واضح اني جبتك في مكان غلط، كان لازم استدعيك في الداخلية عندي هناك عشان اعرف اتفاهم معاك. ها؟ وانا قلت حاجة اسمعين بيه، وبعدين يعني اللي انا بطلبه ده بطلبه من ايه؟ مش من كرامك عم معايا؟ انت صاحب جميل عليا، انت اول واحد ساعدني. كل شيء بوقته يا سيد. المهم دلوقتي هتتجوز سنية امتى؟ لو عاوز يبقى من بكره، دي شطانة فيا. يبقى خلاص اتجوز يوم الخميس الجاي. مش لما اغني الاول يا سيد. افهمني، انت لما تتجوز الست اللي كانت متجوزه المغنوات المتصيط عبد الحمولي، اه، جايز في يوم من الايام تبقى انت كمان مغنواتي متصيط. حلاوتك يا اسماعيل بيه، بياكلوك ايه عشان مخك يبقى نور كده؟ مساء الخير. مساء النور. خد يا ابني الشبك ده دخله جوه. حاضر. يا هلا الله اللي هنا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا دي النور يابا، يا دي النور، نورت مصر المحروسه يابا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. مش كنت تقول يابا لاجل ما نطلع نقابلك؟ يا ابني المواصلات بقت سهله، خدت الوابور من طنطا للمحطة، ومن المحطة ركبت حمار قبل لغاية هنا. افضل افضل يابا، افضل افضل يابا. خطوة عزيزي. اوعى يكون اخوك خرج. موجود يابا. يا عبدو. يا الف اهلا وسهلا. اهلا. الحمد لله على السلامة يابا. الله يسلمك يا عبدو. الله انت نازل ولا ايه؟ لا ابدا. علي يا عبدو نازل طبعا. لا لسه بدري. على كل حال انا جاي لك علشان موضوع واستحسن اقوله دلوقتي. طب مش تستريح الاول يابا؟ اقعد استريح. يا ابني ما انا مستريح وانا تعبان في ايه؟ شوف بقى يا سيدي، عمكو خضر
فرح بناته الاثنين الشهر الجاي. طبعا ده احنا لازم نروح ونشارك كمان. لا دي مسألة ترجع لكم، انما ده مش المقصود. امال ايه المقصود؟ مرات عمكو ما انتوا عارفينها، هي طيبة بصحيح لكن لحوحة قوي، وقال ايه اكمني انا ابقى ابو عبده يبقى لازم اعرف كل الناس. جهلي بقى. اؤمر يابا. لا مش انا، انما هي وبناتها نفسهم ان اللي يحيي فرحهم المز. وش معنى المز يعني؟ سمعوا عنها يا سيدي. طب ما في غيرها كتير. ده قولي وقولك، انما نقول ايه بقى للناس دول وفاهمين انك ممكن تكلمها علشان تيجي. لهم حق طبعا، حاكم اهل المغنى يحبوا يجاملوا بعض. ايه رأيك بقى؟ حلو كده، يعني هتكلمها؟ هكلمها يابا. خير، حصل حاجة؟ لا ولا حاجة. تعرفي انت شبه حد اعرفه قوي. انا ألمس. لا انا ما اعرفش ألمس كويس. انت منين؟ ما اعرفش. غريبة، في حد ما يعرفش هو منين؟ انا. اسمعي، انا من الفرقة. وانا كمان. الله، انت مش بتقولي انك ما تعرفيش انت منين؟ سمعتهم بيقولوا كده. كده ايه؟ حاسه وكاني تاني بلقاني، وسبايا كله بيصحى في دمايا. حاسه وكاني تاني بلقاني، وسبايا كله بيصحى في دمايا. في القلب صرخه فرحه خنقاني، اغنقها اطلقها يا ماي. بالقلب صرخة فرحة خنقاني، اغنقها ولا اطلقها يا ماي. بحر الحنين بياخدني طياره، والفرحة بتفتح تقن وبيبان. بحر الحنين بياخدني طياره، والفرحة بتفتح تقن وبيبان. يا طير غريب بيحن لدياره، رفرف وفر يا قلبي ضربك بان. يا طير غريب يا طير غريب يا طير غريب بيحن لدياره. منورين يا رجالة. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا عرب، الله يبارك فيك. يا اسماعيل بيه، ايه بتبص بالساعة ليه بقى دلوقتي؟ مواعيد يا ابو السيد، ما انت عارف. لا مواعيد ايه بقى؟ دي الحكاية دي كلها من تدبيرك، عايز تسيبها وهي بتسبك؟ ما انت عارف بقى المواعيد دي مع مين؟ وانا اقدر اتأخر على افندينا؟ افندينا بقى بالعين يا هو اللي عايز الجوازة دي. اكيد، بس هو وراه الف حاجة تانية. يا عم كان جه طلع علينا. انت عارف مشاغله. ولا مستخسر فينا النقود؟ وده اسمه كلام برضو. في الحتة دي انا بالنيابة عنه. على كل حال انت مش هتتعتع من هنا قبل ما تسمع يا وردي، لكن مش في الجناين. ايه دي؟ اغنيتي الجديدة. اصل انا ايه، قلت ما غنيش اغاني حد عشان ما يقولوش عليا بقلد. انا عايز اعمل حاجة ما حصلتش قبل كده. انت قلت لي يا ورد ايه؟ يا ورد لكن مش في الجناين. هاين عليا يا حلو هاين، اعمل لك في الهوى كماين. كماين دي تأليف مين يا ابو السيد؟ مش هتصدق. لا هصدق. تأليفي بجد وتلحيني؟ مش ممكن. وان شاء الله غنائي. لا ده انت اتغيرت قوي يا ابو السيد. كلنا اتغيرنا يا اسماعيل بيه. فاكر يا اسماعيل بيه لما كنت انا وانت مش لاقيين ناكل؟ مش نكتب الكتاب بقى؟
يا ريت عشان انا مستعجل شويه. مش قبل ما اغني الدور لازم تسمع يا ولدي لكن مش في الجناين. يا حبيبي كتب الكتاب محتاج 2 شهود، لو غنيت مش هنلاقي ولا شاهد. شايف؟ شايف النسب؟ شايف حماية؟ اهو على طول كده بدل ما ينفخ فيا ينكت عليا. اعمل ايه؟ ما عادش فيا نفس عشان انفخ، ثم انت محتاج جن عشان ينفخوا فيك. تشكر تشكر. على كل حال انت حماية برضو ولازم احترمك، على راسي بنفوق، انا خدامك. بس بقى لا مؤاخذة، كل واحد يعمل الواجب اللي عليه. تفضل جهز لي التخت بتاعي عشان يا ورد لكن مش في الجناين. تعرفها منين؟ هي مين يا فندم؟ ألمز. دي حكايتها غريبة قوي. تصوري انها طلعت أصلا، طلعت من الفرمة. مش عارفة. ولا هي كانت تعرف. يا سلام، حكايتها غريبة قوي. حمزة، أنا مش عايزك تهتم بحد. أهتم؟ لا يا هانم، دي حمزة. تعرف يعني ايه الحب؟ طبعا. انا بقى مش عارفة، كل الناس بيقولوا انهم بيحبوا، وكل الناس بيقولوا انهم عارفين كويس قوي يعني ايه الحب. انا بقولك انا مش عارفة، ولا الناس كمان عارفة. اما بيكونوا عايزين يمتلكوا حد بيسموه حب، وما بيكونوا عايزين الأمان بيسموه حب، لما بتمتلكهم رغبة غريزية حادة بيسموه حب. فاهم يا حمزة؟ فاهم. أرجو إنك تكون فاهم. أنا بالغموض ده يا حلو هايل يا ولدي، لكن مش في الجناين، هاين عليا يا حلو هايل. اعمل لي قلبك حجاب يا خاين، واجر رجلك دي في الكماين. اعمل لي قلبك حجاب يا خاين، واجر رجلك دي في الكماين. وأجر رجلك دي في الكماين. يا وردة لكن ملهاش ريحة، خايف تكون ما انتش مريحة. يا وردة لكن ملهاش ريحة، خايف تكون ما انتش مريحة. وحياتنا تبقى كرسى وفضيحة، لكن بحبك اي والله باين. وحياتنا تبقى كرسى وفضيحة، لكن بحبك اي والله باين. لكن بحبك اي والله باين. ايه يا عمي؟ في ايه يا عمي؟ القانون مش جايب حلاوة صوتك. سبحان الله سبحان الله، كلكم هتتجننوا على حلاوة حسي. شرفتنا يا مولاي. يظهر يا أشرقت إني حبطل سهر. ليه؟ خير؟ لازم أبقى حاكم صالح بصراحة. بقى أنا مش عارف أعمل حاجة.
كل الانجازات دي وبتقول الكلام ده؟ ده الاجانب مندهشين من التطور اللي حصل للبلاد في عهدك، اللي بيجي منهم مش عايز يمشي. معنى كده انهم شايفين ان بره مصر احسن من اوروبا. المشاكل كتير قوي واللعبة معقدة، والعقل البشري مهما كان ذكي ما يقدرش يتحمل ده كله. انت بس متضايق علشان اسماعيل بيه مش معاك. اسماعيل صديق معاون شاطر، ويمكن يكون اكتر واحد فهمني واكتر واحد مخلص ليا. غريبة انه مش معاك. عنده فرح بس اكيد جاي. طبعا ما يقدرش يفارق مولانا. محتمل، بس اكيد رغبته هو انه يكون هنا. مولاي، اسماعيل صديق بيحبك يا اشرقت. ارجوك يا مولاي، انا بتكلم جد. حب كبير قوي مسيطر عليه، وعلى فكرة لو انت عندك استعداد انا ما عنديش مانع اوافق على الجواز على مضض. انا ضد ان بنات العيلة يتجوزوا من برا. عندك اخر مثل افتخار ومختار، بس انا ثقتي في اسماعيل اكبر بكتير جدا من رأيي في مختار. مولاي عارف اني رافضة الجواز. ما هم بيرفضوا وبعدين بيوافقوا. انا لا. خلاص خلاص يا اشرقت، زي ما تحبي. اتفضل يا مولاي. هي يا ألمز هتغني لنا ايه؟ اللي تؤمر بيه جنابك. تعرفي يا ألمز في فرق كبير قوي بين اغانينا هنا واغانيهم في اوروبا، لازم نبقى زيهم. تعرفي فيردي؟ فيردي ده اكبر موسيقار في الدنيا كلها، هو بيعمل اوبرا. تعرفي الاوبرا؟ الاوبرا دي نوع من الغنى صعب قوي ومجهد قوي، لكن محسوب وله قصة. ايوه له قصة. حتى اسألي اشرقة هانم. مظبوط يا مولاي. اقول لك سر يا ألمز، انا بعت واحد لفيردي عشان يعمل لنا اوبرا. مش معقول يا افندينا. شفتي؟ مش مصدقة. هي فعلا حاجة لا تصدق انما حصلت. السر التاني بقى انه وافق. وافق وحيعمل لنا اوبرا. دي فكرة غريبة قوي. تصوروا اوبرا تتعمل لنا مخصوص، وبعد كده تتعمل في العالم كله باسمنا. عارفين اسمها ايه؟ عايدة. عايدة دي قصة جابها لي مريات باشا وعجبتني قوي. بس تعرفي الاوبرا الجاية انا هقترع على فيردي يسميها ألمز. كروان وعينا والجناح مكسر راحت واللي جاي افراح. يا قلبي لا تبكي على اللي راح، نجرح وراحت واللي جاي افراح. وهوانا جوانا واحلامنا اهي، والعمر لسه براح. لسه العمر لسه في العمر لسه براح. أهل السماح قالوا له انسى ارتاح.
بالحب يا روحي حنسى اللي راح ونسيني يا جروحي محلى السماح في الحب يا روحي حنسى اللي راح ونسيني يا جروحي نفسي أعيش بقى وافرح بروحي نفسي أعيش بقى وافرح بروحي وأغني أغني أنا أغني 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 زي البلبل الصباح. دي محاسن الصدف بقى. شرف كبير ليا يا إسماعيل بيننا أشوفك. تصدق أنت كنت على بالي دلوقتي؟ من القلب للقلب رسول. ما تخلي الجماعة يسبقونا، عايزك في كلمتين. أيوة. طب يا جماعة اتفضلوا، أنتوا عارفين السكة. في كلمتين بيني وبين إسماعيل بيننا. أيوة إسماعيل بيه خير. أنت عارف للصاحب على صاحبه حق النصيحة؟ طبعًا. وإحنا أصحاب يا سحبت؟ طبعًا يا إسماعيل بيه، هو أنا حنسى أفضلك عليا؟ العفو يا راجل، وأنا لسه عملت حاجة، بس دلوقتي ممكن أقدم لك خدمة. ربنا يخليك، ألف شكر. نصيحة. وزمان كانوا بيقولوا النصيحة جمل. لكن دي أغلى، أغلى كتير. خير يا إسماعيل بيه، اتفضل. ممنوع الاقتراب من أشرقة هانم. مش فاهم. منطقة خطر. إزاي؟ أقولك. أولاً جناب الخديوي مستاء جداً من اهتمامك بيها. ثانياً أشرقة هانم ما بتقربش حد منها إلا عشان تبعده عنها. ثالثا فرصة لحسادك عشان يضربوك. فهمت؟ أفندينا، فاتتك الأغنية الجميلة دي يا إسماعيل. حظي سيء، بس أنتوا كمان يا أفندينا فاتكوا الفرح اللي أنا كنت فيه. إزاي؟ العريس طلع في دماغه إنه يغني. طب وماله؟ لا لا افندينا كان لازم يسمع صوته الاول قبل ما يقول كده. والمصيبه ايه؟ جايب تخت كمان وعازف القانون اسمه محمد شعبان. ده اكبر قانونجي في البر. ما هو كسر القانون على دماغ العريس. الحقيقه ما شفتش افندينا اصلي، انا هربت بدري. الله، ما هو سي عبده يعرف الناس دول. المعلم محمد شعبان برنج القانون في بر مصر، افضله عليا ما انساهاش. هو اللي لبسني الحزام، وهو اللي قدمني وجابني من منيا القمح وسمح لي ان انا اغني هنا. بالظبط بالظبط افتكرت. ما هو كمان العروسه بنت المعلم شعبان. الله، مش دي اللي انت كنت متجوزها؟ ايوه. انا عندي اقتراح. لا لا، والكارثه الحقيقيه ايه؟ الناس كلها عارفه ان اسم العريس سيد الناس. المأذون بيسأله اسمه ايه؟ طلع اسمه سيد القرد. بتعمل ايه هنا؟ الحقيقة سئت من جوه، وبعدين عايزة اتكلم معاك. طب تعالي. أشرقة هانم، أشرقة هانم. أيوة يا عبدو. ممكن تديني لحظات من وقتك؟ بعدين، مش وقته. أنا بقيتش قادر أصبر. في إيه يا عبدو؟ يعني أنت مش حاسة؟ أرجوك بعدين. أشرقة هانم، أنا بحبك. يا خليل بيه خليك واقعي، التيار أقوى مننا بكتير. الخديوي عايز مصر تبقى أوروبوية،
الفكرة مسيطرة عليه ومش ممكن يتخلى عنها. عارف، لكن الأستانة تسكت على حاجة زي دي؟ مصر درة الخلافة. الباب العالي مش في أيام مجد وخليل بيه، ومع ذلك المشكلة مش هناك، هنا. تقنع ولي الناعم إزاي إن أوروبا دي تعبان، ملمسه ناعم وأرصته القبر؟ والعمل يا شاهين بيه، والله ما نعرف نعمل إيه. دي حتى أشرقت هانم ما عادش لها التأثير الكبير عليه. التأثير هو هو، لكن أشرقت هانم زهقت، ملت. وهم كده يا خليل بيه بيزهقوا بسرعة، ملهمش جلد الرجالة. ليه؟ هو احنا لسه عندنا جلد؟ حقيقة احنا كمان ملينا زيهم. والعمل؟ ما عادش في ايدينا حاجة. ربنا يلطف بالبلاد. ما شاء الله. هو ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ده عمي حمزه اشرقت هانم. والله دي اصيله بنت اخويا شلش اللي تاهت من 10 سنين. انا مش ضد السلطان، لكن وضع مش طبيعي اني كل ما عاوز حاجه اجري على الاستانه استصدر فرمان. انا عاوز الاستقلال لبلدنا، والعثمانيه عاوزين العكس. هي دي نقطة الخلاف اللي بيننا. أمال فين ألمز أشرقت؟ سيبها دلوقتي. خير؟ لقيت عمها لأول مرة. أشرقت، أنتي بتقري ألف ليلة؟ طبعا يا مولاي، بس اللي أنا بقوله ده ملوش علاقة بألف ليلة. نمدينا. أفظع حاجة في الحياة إنك تلاقي نفسك مضطر إنك تحارب في جبهتين ويمكن أكتر. ده كلام في السياسة يا إسماعيل بيه ولا في الحب؟ في كله. ما هي دي معارك ودي معارك. اما كانت ليلى يا كوكب يا سلام، ولما الواد سيد اداها بقى يا ورد يلي مش في الجناين. يا سلام. طب يا اخويا افتح الباب الاول خلينا ندخل. افتح ازاي؟ ما هو المفتاح معاكي. لا معاك يا سلام. طب ندخل الاول وبعدين ندور على المفتاح. يلا يا اخويا. حمزه، ايه اللي موقفك كده يا حمزه؟ خير؟ في خبر من الفرمه؟ لا مفيش حاجه. مال يعني مش عوايدك تيجي في وقت زي ده؟ طب ما تخشوا تتكلموا جوه. انا لقيت اصيله. اصيله؟ اصيله مين؟ اصيله شلاش الحلواني. لقيتها بصحيح؟ لقيتها فين؟ اسكت انت، اسكت انت، اسكت، خليني افهم منه. لقيتها فين؟ عارف المز؟ كلمني في اصيله دلوقتي. ما هي المز هي اصيله. ازاي؟ لا ازاي، دي حكايه طويله قوي، تحكي لك هي بعدين. احكي لي بعدين. انا اقدر اكلم اصيله؟ لا لا، انا ما اقدرش. لا لا، اقدر اكلم اصيله، اقدر انا اكلم. يلا روح لها دلوقتي يا اخويا. هو انت قادر توصف طولك؟ طيب احكي لي كل حاجه. ابدا يا سلام، انا كنت واقف في الخدمه. احلف لي ان انت ما بتهزرش. ألمز هي أصيلة، وأصيلة هي ألمز. ممكن انت برضو ما اكلتيش تاني يا أصيلة؟ يا بنتي هتكبري ازاي وانت مش بتاكل؟ اقول لك، انا هقول لابوكي. أصيلة، أصيلة فيه؟ أصيلة تخطف؟ خلاوي؟ أصيلة؟ أصيلة؟ أصيلة تخطف؟ أصيلة تخطف يا حمزة؟ أصيلة تخطف يا شلش؟ أصيلة تخطف يا حمزة؟ مالك يا بطن عمي؟ أصيلة، عمرك يا أختي فكرتي أصيلة رح
اوعي تقولي الجرش ان اصيله اتخطفت. كفايه اللي هو فيه. اصيله حترجع ان شاء الله حترجع. لا اصيله ضاعت. اصيله ضاعت. اصيله ضاعت يا ولاد. وسلامه ضاع وحمزه ضاع وشلش ضاع. كلهم ضاعوا. كلهم ضاعوا. استغفر الله العظيم. كلهم بخير يا اختي وحتشوفي. ضاعوا يومين وحشين يا مريم وحيمروا. ضاعوا. فات علينا اكتر من ده وتحملنا. سلامه ضاع. الايام الحلوه جايه. وحمزه ضاع. شلش ضاع. اصيله ضاع. كلهم ضاع. والبوابه ضاع. اتفضل يا ربيع اتفضل. يزيد فضلك يا اسماعيل بعدم المؤاخذه، اصل اني تاني مره اجي المكان اللطيف دي. لا وان شاء الله تزورنا فيه كتير يا ربيع. طبعا تسمح لي اقول لك يا ربيع كده على طول، ما احنا بقينا اصدقاء مش كده؟ يا سعاده البيه انت تقول اللي انت عايزه، داني خدام، ده انت خيرك مغرقني. العفو يا راجل، ده انت بقيت عين من الاعيان. قر يا بيه. لا حسب مبالغات الناس. ربيع تناسى انا مين؟ لا يا سعاده البيه فاكر كويس حضرتك اسماعيل بيه وخيرك علي. وانا كمان راضي عنك يا ربيع، عشان عرفت تلعب على مختار الكاشف. يا سعاده البيه مختار الكاشف ده راجل طيب، ده غلبان ومنكسر ملسي لسانه بس حيله. انا ان كان عليا رايي انه راجل طيب فعلا، انسان مش عادي، لكن افندينا بيكره. لا يا بيه، ما دام افندينا بيكرهه يبقى راجل وحش ولسانه زي الفرقله. ربيع انت ليه مش صريح معايا؟ أني عزة البيه؟ أني مش صريح؟ لا يا بيه عيب كده، ده أني سيفك، سيفك اللي بتضرب بيه. لكن بتخبي عني حاجات يا ربيع. تعرف يا ربيع أنا عرفت إنك عايز تخطب بنت عم سلامة الحلواني، واستنتجت إن في مشاكل، وأنت لحد دلوقتي ما قلتليش المشاكل دي إيه؟ مشاكل إيه يا سعادة البيه؟ لا ده مفيش مشاكل نهائياً. طب يا أخي ما دام مفيش مشاكل، ما تروح تخطبها، ما أنت بقيت دفيان ومليان و وعين من الاعيان. ايه يا سعاده البيه؟ ضروري هخطبها ان شاء الله. ايه المشكله يا ربيع؟ واحد متكلم عليه. مين؟ ابن عمها كده، عسكري في الجهاديه. حمزه الحلواني. كويس يا ربيع. ربيع ليه ما قلتليش الحاجات دي قبل كده؟ الحاجات ايه يا سعاده البيه؟ انا مش قلتلك ما تخبيش عني حاجه يا ربيع؟ انا ما خبيتش اي حاجه يا سعاده البيه، ما خبيتش اي حاجه. قال لا انا عين من العيان يا بيه، هو هخطبها والله يا بيه. مش كده مش كده، هخطبك ان شاء الله هخطبك. اهلا 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 وسهلا. يا سلام يا وداد هانم، منوره منوره بصحيح. مش كده برضو يا كوكا؟ اه يا اخويا مظبوط زي ما بتقول كده بالظبط. اتفضل. انا اسف على الزيارة دي اللي من غير موعد. ده بيتكم. بادئ ذي بدء، أود أن أقابل افتخار هاني. خير؟ موضوع صغير. هي في الصالون. طب أخش أنت قابلها وأنا هقعد مع الست ودان نتسلى شوية. يلا زق عجلة. بإذنك. اتفضل. أنا كنت حسنة النية. تبقى كارثة لو كل ده حصل بحسن نية. تدمري حياة الناس بحسن نية. أمال لو كان في سوء نية كان حصل إيه؟ يا هانم دي طفلة اتخطفت من حضن أهلها. أنا كان قصدي أسعدها. مش صحيح، أنت كان قصدك تسعدي نفسك وما فكرتيش لحظة في الناس التانيين. دي أنانية يا افتخار هانم، إنما أنت معذورة لأنك تربيتي على إن الناس ملهاش قيمة. أنت عايز إيه دلوقتي؟ ولا حاجة، صدقيني ولا حاجة يا افتخار هانم، لأن الحماقة اللي أنت عملتيها مش ممكن تتصلح. مهما عملنا مش ممكن تتصلح، ومهما عملتي مش ممكن تتصلح. كفاية بقى يا سلامة فندي. مش كفاية، خليه يعذبني أكتر. أنا اللي عملته أستاهل عليه عقاب كبير.
انت اللي عملتيه ده مش لوحدك، مختار هو اللي استغل الوضع ده. هذا مما لا شك فيه، لان مختار الكاشف هو سبب مشاكلنا كلها. ايه يا جماعه صوتكم وصل لاخر الدنيا؟ لا شيء، انا فقط كنت اشرح لافتخار هاني وخطاها حتى تدرك ما غلطت ما فعلت. خلاص يا سلام افندي، اللي حصل حصل، ما بقاش له لزوم الكلام. كل اللي حصل لنا بدا من نقطه، السبب فيها الهانم دي. ايوه انا. لا مش انت لوحدك، انا برضو اللي ربيت ألمس. لا يا وداد هانم، انت ما عملتيش حاجه، ما تدخليش نفسك في حاجات زي دي. انت كتر خيرك رعيتي بنتنا، انت لا يمكن تنزلي الى هذا المستوى. الله، على فين يا عمي؟ انا متهيألي تهت عن البيت. سلامة عقلك يا عمي. ايه كلكم اغمى عليكم والمفروض ان انا لوحدي اللي اخلي بالي منكم؟ تعال ياب تعال، انا خلاص خلصت، اصل السيد كانت رجليه وجعاه شويه. ما يبقاش مخك ظلم. انا مخي ظلم يا سيد؟ ما ترديش عليا لاخدك على بوزك. عيب يا سيد. لا 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 لا، شوف يا عمي، انت كلمتك على راسي من فوق وكلمتك في المغنى سيف على رقبتي، لكن لا مؤاخذه ما تتدخلش بيني وبين جماعتي. يا سيد انا هدخل دي وارجع على طول. عن اذنك يابا. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل في ايه؟ ازاي سنية بقت كده؟ مش فاهم. ازاي بقت مؤدبة كده؟ ايه يا عمي؟ حد يقول على بنته كده؟ يا سبحان الله، دي سنية طول عمرها لسانها طويل وانت عارف كده. من ناحية دي يعني؟ لا اطمن، انا لساني اطول، اول ما اتطولت عليا جيت شتمها هي وابوها. يا سيد عيب، عشان اربيها. تربيها وانا ما ربيتهاش؟ ده انت لسانك زفر قوي. ما هو ده اللي انا عمال افهمهولك وانت مش عايز تفهم. انا لساني زفر قوي يا شعبان. وبتقول يا شعبان؟ اهلا اهلا يا سنية. انا جيت يا سيد، لو عايز مني اي حاجه تاني امرني. يا سلام، سنية دي يا معلم شعبان جوهره مدفونه، كلكوا اغبياء، محدش عارف قيمتها غيري. سنية دي في وسط الستات ملهاش نظير. ايوه صح مظبوط، انا ماليش اي نظير. وانا في وسط الرجاله ماليش نظير. مالكش نظير خالص خالص. انا كمان كنت جوهره مدفونه، لكن الحمد لله من هنا رايح هبقى فوق فوق فوق. اقوم اريح شويه بقى عشان عندي فرح الليلة. شفت يابا؟ شفت الجواهر المدفونة اللي كانت في السيد؟ أنا اللي اكتشفته. هو صحيح عنده فرح الليلة؟ مادام قال عنده فرح يبقى عنده فرح. إيه وعدتني كلمته تاني أبدا يابا. السيد ما يعرفش يكذب خالص. يبقى في أمل. في إيه إن شاء الله؟ حد متسميه يسمعه يفتح كرشه ونخلص منه.